وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاهدوا معي إخواني الكرام، هناك نوع من حبوب اللقاح يكون لونه أبيض، تقريبا أبيض مثل الثلج. شاهدوا معي إخواني الكرام، أعلم من أين يجلب هذا الحبوب اللقاح، من أي شجرة هذا؟ انظروا، سبحان الله، لونه أصفر، انظر كأنه سكر، انظروا سبحان الله. من أي زهرة يأتي بحبوب اللقاحاته؟ انظر يا غبار الطلع، انظر بيضاء، سبحان الله. حبوب لقاح لونها أبيض مثل الثلج. لا إله إلا الله، إلى هنا انتهينا من الشرح، إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.